كم الجهود اللي تبذل هدف المواطن المصري في هذا المكان؟ وفي كل مناسبة أذكر أبويا الأستاذ أحمد المحيي وكل الغرف الإدارية لأننا دايما بنتعاون مع حتى المستطيع أن نقدم سلع وخدمة خدمات جيدة للمواطن. وفي هذه المناسبة والحمد لله المرة دي بننظم هذا المعرض في وقت قبل رمضان بمدة حتى يمكن إن إحنا نفتح الباب ونشجع أكبر عدد من العاملين في صناعة السلع الغذائية وكذلك التجار في هذا المعرض. نشارك في هذا المعرض بالتعاون بين وزارة التنمية والتجارة الداخلية والغرف في هذه الدعاية والغرف التجارية والشركة الخاصة بالصناعات الغذائية وأكثر من 90 أرقام من أكثر من 200 صانع ومشارك في إنتاج السلع الغذائية. زي ما احنا عارفين إن المعرض معرض رئيسي في أرض المعارض في القاهرة وفي معارض كذلك في كافة أنحاء المحافظات. الجزء الرئيسي هيبتدي اليوم 10 يوم 13 وإن شاء الله نعمل نمد يوم 16 إن شاء الله. 10 يناير رمضان خير 2017 انت عايز تجيب دلوقتي؟ لا 10 يناير بس برضه ناخدها في الاعتبار 10 يناير إلى 13 و بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة إن شاء الله بنعيده في يوم السبت. في باقي المحافظات هنبتدي برضه من يوم 10 يناير ولكن في بعض المحافظات بنبتدي قبل كده ولكن أتمنى إن يكون الجميع نبدأ معا في 10 يناير والمحافظات في 2 كذلك أثناء رمضان كل 7 الفضول والكميات المعروفة. العام الماضي حضرتك كنت معانا وكنا سعداء وتم الحق الفارق انتهى في الكميات ليست بالقليله في المعرض وتم ضبط موضوع الكميات والترويج والكميات في هذا المكان واعتقد الجميع تستطيع ان يشهد ان ما حصلش نقص في سلع معينه.